ليس حدثاً جديداً نتحدث عن مضايقة إيران لحركة الملاحة في الشرق الأوسط، ولكن قبل أن نخبركم بالأسباب والآثار نبدأ بما يمثله مضيق باب المندب وهرمز من أهمية. مضيق باب المندب يمر عبره 12% من حركة التجارة العالمية، وخصوصاً من شرق آسيا لقناة السويس ومنها إلى العالم، ويمر عبره نحو 6.1 من إجمالي تجارة البترول العالمية لآسيا وأوروبا وأمريكا، و 21,000 سفينة سنوياً. مضيق هرمز يربط الخليج العربي بخليج عمان والمحيط الهندي، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم، ويعرف بالهاي واي أي الطريق السريع لصناعة الغرب. لكن لماذا تمارس إيران هذه المضايقات؟ لابد من العودة لثمانينات القرن الماضي، ففي أوائلها اندلعت الحرب بين العراق وإيران واستمرت حتى العام 1988، وكانت السفن وناقلات النفط ساحة حرب بين البلدين، العراق يضايق إيران والعكس. كل هذا دعا الغرب ليحضر قواته للمنطقة لحماية مصالحه، على رأسه أمريكا. ففي العام 1983 حلت القوات المركزية محل قوات التدخل السريع لتعزيز عمل قواتها العسكرية في المنطقة، وأرسلت كل من بريطانيا وفرنسا قواتهما البحرية لتتواجد في المحيط الهندي، ومثلهما فعل الاتحاد السوفيتي الذي كان بدأ غزوه لأفغانستان. ورغم ذلك بدأت إيران بالهجوم على ناقلات النفط الأجنبية والعربية، وشهد العام 1984 هجوم إيران على ناقلات كويتية وناقلات سعودية، إحدى هذا حجم هائل سوبر تانك اسمها فخر ينبع، ظناً من إيران أنها ستدفع الغرب للتخلي عن دعم مصالحه الاقتصادية في المنطقة وتزويد العراق بالسلاح. وكانت العلاقات بين أمريكا وإيران مقطوعة على خلفية استيلاء الثورة الإسلامية الإيرانية على الحكم عام 1979. نقترب إلى عقدنا الحالي. استمرت إيران بممارساتها في الخليج العربي، فمثلاً قامت في العام 2015 بتوقيف 10 من البحارة الأمريكيين ل15 ساعة، وفي ذات العام وجهت أمريكا أصابع الاتهام لإيران بعد وقوع انفجارات في 4 ناقلات نفط عربية بالألغام المائية، لكن إيران أصرت على الإنكار، رغم أن هذه الهجمات وقعت وسط أنباء عن نية طهران استئناف تخصيب اليورانيوم. وبعد عام من قرار ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني تلتها عدة حوادث في 2019 وما بعدها، آخر هذه الهجمات تقوم بها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بباب المندب تحت عنوان التوقف عن مهاجمة السفن مقابل إدخال المساعدات لغزة ووقف الحرب التي جلبت التدخل الغربي للمنطقة، وكأن التاريخ يعيد نفسه. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.